بسم الله والحمد لله يا اخواننا. انا حقيقه دعيتكم ورسلت لكم الولد امس لانه الموضوع مهم. الموضوع يا اخواننا بصراحه موضوع النسوان، واقول لكم السبب في انه النسوان طلعوا في راسنا نحن فكرنا الحبل على الغارب وخلينا نمشوا. بعد يا اخواننا نكون واضحين، الكلام الفاضل بيعمل فيه النسوان ده ينتهي ويجيب عين حده. ما في شغل، ما تقول لي مراتب تشتغل ليه؟ انت مقصر مالك؟ ما هو ده اللي ادينك اثنين، وانت ما تقول لي بيساعدني في تربيه الاولاد بتربوا. بعدين اسمع يا اخواننا، ما في مره تمرق بعد ما يمرق عليهم ذاته. يعني سؤال إيه؟ نعم تفضل. المره انا بدي خليني اتم كلامي. بعدين يا اخواننا المره بتمرق لي ثلاثه حالات، من بطن امها لبيت ابوها، من بيت ابوها لبيت زوجها، ومن بيت زوجها للمغابر. بس ما في كلام فاضي. نحن يا اخواننا قلت لكم طلقنا الحبل على الغارب وخلينا نتحاوم ونتفسح، ما في شغل، ما تقول لي شغل. عن اذنك يا سيد غدير، تفضل. مفترض المراه وسيكولوجيه المراه وحقوق المراه في المجتمع، حقوق المراه في البيت، حقوق المراه في المجتمع، عندهم حقوق علينا. بالعين زي ده. وعلينا حقوق علينا. خس يا اخواننا، زي الكلام ده، نوع الكلام الما قوي ده والمضيع على السؤال. بالعين زي مسبسب شعره بيقول لي حقوق الحق. لكن اصلا يا استاذ، اصلا بتقول لي اصلا اقعد، ما في اصلا في الموضوع ده، ما في الموضوع ده واضح يا اخواننا. الموضوع ده داير حس، الموضوع بيتحسن من جهتنا نحن الرجال، نحن كلمتنا واحده، نحن لازم نكون واضحين في الموضوع ده. اول حاجه اي واحد فيكم يشكم المره بتاعته يكون معاه واضح. ما في مروق، ما في شغل، ما في كلام فاضي. القرايه دي تقرا في البيت. الشتاء مشوين. خش جوا. انا ما عندي مرة تملك، والله لو كنت شايل سيف كان قطعت راسك. نواصل في موضوعنا يا اخواننا. عفوا يا اخواننا، نواصل. ها كنت دارت اقول شريطة بشعار مسبسب. لا انا دار اقول لك يعني المرأة دي يعني هي مكمل الحياة. امرك من هنا بشي بشاك بلي خمك. النوع ده ما بينفع معانا يا اخواننا. نكون واضحين من بكرة دي ما في مروق. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. قالوا لي في اجتماع. اي في اجتماع؟ تفضل. ها؟ لا في اجتماع. اي تفضل. ها؟ اجتماع. اي تفضل. وين؟ هنا يا اخي. اقعد تفضل. اجتماع بتاع شنو؟ بتاع المرأة. منو؟ موضوع المرأة. ارفع لي صوتك، انا ما بسمع. موضوع المرأة. المرأة مالها؟ يعني نحن بنقول المسألة دي تكون محددة، يعني مسألة المرأة تمرق تخش سايدي ما معانا. اي. يعني شنو يعني؟ وانا واحد فيكم يفهمه، يعني ما في يعني اسمعني عيدي هنا. ما في مروق ودخول ساي. نحن الموضوع ده يتحسم. يعني المرأة ما تشتغل؟ ايوه وما تمرق من البيت؟ صح. انا معاكم. يا سلام. انا معاكم في القصة دي. انا معاكم. معاكم. يا اخينا. طيب يا اخواننا، نحن اخر شيء اجتماعنا ده طلع بتوصيات محددة. قال لي يا اخواننا اول شيء لازم نكون حاسمين مع المرأة. ما زالت الشغل دي تنتهي، انت تحديدا ما تقول لي بيساعدني، المساعد رب العالمين. ثانيا يا اخواننا، ما زالت مروق دخول دي ما في، كويس؟ يمر جنب ايزن. ما دايرين الجوطه بتاعت النسوان دي يتحاول نمشي للاسواق والكلام الفايده، عارفين؟ يطبق الكلام ده بكره يا اخواننا نتلاقى هنا وتوروني الحاصل شنو. تفضلوا مع السلامه. انا خاش جوا عشان اوريها. بنتلاقى. نسرين، نوسة، حبي، الحقيقة أنا طبعاً الشفاح شطفته ووديته للروضة وغسلت الهدوم والعدة هذه غسلتها الحمد لله، باجي بعدين بكوي الهدوم. ها أخواننا رجال الحلة ده عندهم اجتماع، ممكن أمشي يا حبيبتي؟